من داخل قطاع غزة من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، يحدثني الصحفي أسامة الكحلوت، يقف على آخر التطورات الميدانية من القطاع. ماذا في التفاصيل أسامة؟ نعم، يعني آخر الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة كانت باستهداف منزلا لعائلة أبو حطب إلى الغرب من مدينة خان يونس. هذا الاستهداف لهذا المنزل خلف ضحية وعدد من الإصابات، نقلوا إلى مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس. قبل هذا الاستهداف وسبقه استهداف منزلا آخر غرب مدينة دير البلح باستهداف منزلا لعائلة أبو العطا. هذا الاستهداف خلف سقوط 4 ضحايا وعدد من الإصابات، وما زالت حتى هذه اللحظة الإصابات تتوالى من هذا الاستهداف، خاصة وأن هذا المنزل يقع في منطقة مخيم دير البلح. هذا يعني أن الاستهداف يكون في إصابات أكثر من الأماكن الأخرى، لأن البيوت متلاصقة ببعضها البعض، وهناك تكدس سكاني في منطقة المخيمات بالعادة. في كل يعني دقيقة أو في كل دقائق تصل سيارة إسعاف تحمل إصابات جديدة يتم العثور عليها تحت ركام هذه المنازل. سبق هذا الاستهدافين أيضا كان هناك فترة هدوء، ولكن في منطقة دير بلح هنا على بعد عدة أمتار فقط من مستشفى شهداء الأقصى كان هناك استهداف لمدرسة، مدرسة سكينة الثانوية للبنات، استهدفتها الدبابات الإسرائيلية بقذيفة مباشرة على غرفة النازحات في الطابق الثالث من هذه المدرسة. يعني توجهنا إلى هذه المدرسة مباشرة. هذه المدرسة بالمناسبة تأوي آلاف النازحين من سكان مخيم جباليا ومنطقة بلدة بتلاهية شمال قطاع غزة، نزحوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة باتجاه هنا إلى منطقة دير بلح واستقروا في هذه المدرسة، وهي مدرسة ضمن مجمع مدارس مكون من 5 مدارس ثانوية وابتدائية وإعدادية. يعني هذه القذيفة أحدثت رعب في صفوف النازحين هناك، وبالتالي في هذا الاستهداف المباشر لهذه المدرسة سقطت سيدة ضحية كانت تعد الطعام لعائلتها، وعدد كبير من المقيمين كانوا بجانبها داخل هذا الفصل الدراسي. وشهدت هذه المدرسة حالة نزوح لآلاف الذين لجأوا إلى هذه المدرسة من منطقة الشمال وبدأوا بالخروج، حملوا أمتعتهم وملابسهم وفراشهم وكل احتياجاتهم الخاصة، حملوها اليوم بالشاحنات ونزحوا من جديد باتجاه منطقة رفح جنوب قطاع غزة. وهذا النزوح الرابع لهؤلاء النازحين من منطقة شمال قطاع غزة بعدما نزحوا من منطقة بيت لاهية إلى جباليا ومن جباليا إلى غزة، والآن بعدها من غزة إلى دير البلح، والآن نزحوا من جديد للأسف باتجاه منطقة رفح. نتحدث على أن المدفعية الإسرائيلية اليوم أطلقت قذائفها لأول مرة بشكل عشوائي وبشكل مستهدف على مناطق الشرقية لدير البلح، ووصلت هذه القذائف إلى يعني وسط مدينة دير البلح. كان من هذه الاستهدافات استهداف المدرسة الثانوية، مدرسة سكينة، واستهداف مركز ثقافي في منطقة شارع ترزي بدير البلح، واستهداف منزل الصحفي سلمان بشير بقذيفة مدفعية. يعني المدفعية الآن باتت تقترب باتجاه منازل المدنيين سواء في منطقة دير البلح أو في المناطق الشرقية حتى هذه اللحظة لمنطقة مخيمي المغازي والبريج. نتحدث على مخيم البريج، تمكن عدد كبير من السكان من النزوح والخروج منه صباح اليوم خلصة من بين الدبابات التي كانت تحاول التقدم من جديد باتجاه مدخل مخيم البريج. في أيضا التطورات البرية تحديدا، ما هي أبرز المناطق التي تشهد العمليات العسكرية أسامة؟ نعم، يعني فيما يخص العمليات العسكرية كان هناك يعني إعلان إسرائيلي لسحب 5 ألوية مقاتلة في قطاع غزة اليوم. يعني هذا بالتزامن مع استمرار التواجد الإسرائيلي في أكثر من مكان، سواء كان في محور مثلا مخيم البريج في منطقة مدينة خان يونس جنوب القطاع والتي كانت الدبابات تحاول حتى هذه اللحظة التقدم باتجاه قلب المدينة، سواء من المنطقة الشمالية من اتجاه دير بلح باتجاه قلب مدينة خان يونس أو باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس باتجاه الغرب. يعني اليوم الحديث كان يدور على انسحاب
الدبابات الإسرائيلية من أكثر من مكان وأكثر من محور، أهمها كان منطقة الشيخ رضوان، منطقة الجلاء، منطقة مستشفى الرنتيسي وسط مدينة غزة. كل هذه الأماكن اليوم شهدت انسحاب للدبابات الإسرائيلية وتموضعها في أماكن أخرى غرب مدينة غزة. هذا يعني لم نشهده منذ أيام طويلة، ولكن اليوم تم الإعلان عن انسحاب هذه الدبابات باتجاه مناطق أخرى في منطقة جنوب مدينة غزة. ولكن حتى هذه اللحظة الدبابات متواجدة وتحاول الاقتراب أكثر في قلب مخيم البرج، وتحاول التقدم باتجاه شارع صلاح الدين. هذا الشارع الآن يشهد يعني حالة هدوء تام وتوقف لكل الحركة سواء للسكان أو السيارات على هذا الشارع، خاصة ونتحدث عن الشارع الرئيسي يوصل إلى منطقة مخيم النصيرات، وهو المخيم المقابل لمخيم البرج، وتكون هناك بالعادة حركة نشطة للسكان، وهناك للأسواق، وهناك عدد كبير من مدارس اللواء في منطقة مدخل مخيم النصيرات على مقربة من منطقة مخيم البرج، وبالتالي الجميع هناك انسحب طوعا من مدخل مخيم النصيرات باتجاه منطقة دير بلح، والتي الآن اكتظت بأعداد كبيرة من النازحين من هذه المناطق بعد كثافة النيران والتهديدات لمنطقة مخيمي البرج ومنطقة النصيرات ومنطقة المغازي. اليوم عدد كبير من سكان مخيم المغازي غادروا منازلهم بسبب كثافة النيران والاستهدافات للمناطق الشرقية للمخيم. أسامة كل الشكر لك، سنعود إليك خلال هذه التغطية. كان معي من أمام مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح الصحفي أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا لك.